بعد النصائح والوصفات من اجل الشباب الدائم لوجه وقلنا هذه العيالات الصحه حصريا. القوه لكل شيء. ولاول مره يمكن غادي نعطيو هذه الوصفات جديده. وي اختي يلا الور نبداو بسم الله. بسم الله الور. اول حاجه شاك جور اون دو بوار دي تيزان اونتي اوكسيدونت ياك الور نشربوا يوميا واحد الكاس من المغلى ديال الاعشاب التاليه اللي ضد الاكسده ديال هذا. الور عندنا مثال بسيط من احسن الحوايج العشوب دابا تنهضروا تنعرفوا لي زونتي اوكسيدون موجودين بزاف لي فروي خاصنا ناخذوا لي فروي خاصنا اما ما تنعرفوش العشوب واش فيهم ولا لا. بعد العشوب مهمين بزاف للجمال والصحه للذات كلها. يعني الجمال ماشي غير داخليا ماشي غير خارجيا يعني نديروا ماسكات داخليا هو المهم وماكياج ولكن داخليا هو المهم. لا بغينا الشباب راه من الداخل من الماكله ديالنا ومن التغذيه ديالنا. الله يرحم الوالدين. الور غنمشيو للوصفات بساط. الور نعطيو مثال بساط. قلنا نشربوا يوميا واحد الكاس من المغلى كاس قبل الفطور الغداء العشاء النعاس اربع الخطرات في النهار من المغلى ديال هاد الاعشاب اللي غنذكروا. هاد الاعشاب راه مهمين بزاف وصالحين بزاف وراه هضرنا عليهم قبل. الور لا بدينا بالنوبه هذاك باش نبداو بالزعتر. الزعتر وهضرنا على الزعتر التعيينه والمزايا ديالو وكل شيء. الور قلنا الزعتر الشعر قلنا الزعتر الوجه فعال قلنا الزعتر داخليا شرب خارجيا بعدا كاين طفح جلدي كامل. قلنا الزعتر راه سي ان انتيسيبتيك دونك مطهر مضاد حيوي انتيبيوتيك فعال ممتاز. الزعتر مثال بسيط بعد النقاط ديال الروح ديال الزعتر لا خلطناه مع شويه ديال الزيت راه جهد من الكول 95 دوغري مازال نقدروا نلقاو بعض لي جيرم في الكول ياك ندوزوه كل شيء مي الزعتر ما تيخليش يعني طرد الميكروبات وهذا الشيء اللي كاين خارجيا في التاك بالجراثيم. الروح ديال الزعتر ما تدارش الجلده لا دارت الجلده تعطينا واحد الالتهاب في البلاصه اون ايريتاسيون سور لو شون يعني قويه مجهده قويه. واحد الروح ديال الزعتر كان عند خوك والله اختي خطير خطير راه رشه وحده الدنيا كلها تتقصر بريحه ديال الزعتر. الزعتر ممتاز قلنا الزعتر راه رقم واحد للصدر ومشاكل الصدر. قلنا واحد الوصفه سهله قربوا الضيقه والناس عندهم الضيقه ومكرفسه عليهم وكل شيء راه قلنا غير العسل ديال الوصفه المفرده دائما احسن من الوصفه المركبه. قلنا الزعتر العسل ديال الزعتر بالشهد ديالو بلا شهد ما تيشافيش. اش قلنا للشهد راه باش تصاوب ديك النحله داك الشهد ديك الشمع ديال النحل ياك راه خاصها تاكل بين 7 حتى 9 كيلو ديال العسل باش تصاوب لينا كيلو ديال الشهد اللي تلوحوا اللي ما تيسوى والو حنا. يعني العسل ديال الزعتر بالشهد ديالو اذا مثال بسيط لكن دري صغير معلقه صغيره كان بالغ معلقه كبيره مع ليكيفالون واحد 80 غرام راه ثقيل العسل بالشهد ديالو. لا خديناها يوميا قبل الفطور غيدوز واحد الشهر غير الوحوز اللي تنسميوه الرابوز لافونتولين وكل شيء يجي من الله يجي من الله تشافينا ما تشافيناش. خصنا واحد 10 شهور حتى العام وحنا تناخذوا يوميا قبل الفطور تناخذوا معلقه كبيره مقدار تقريبا 80 حتى 100 غرام ديال الزعتر قبل الفطور بالشهد ديالو وندغوا داك الشهد بحال المسكه وندوبوا الشفاء التام ضد الربو. الواحد يمشي فين ما بغى يمشي السويد النرويج كندا فين ما بغى البرد ما عندناش مشكل هذا سولمون حنا تنعرفوا لا كثرنا من السكريات دونك الزعتر راه حلو داك الشيء يقدر يعطينا الحرقه الحرقه غاستريك دونك اون اسيديتي غاستريك. في هذه الحاله راه نتفاداو بسهوله اما باش قلنا الفجل قبط الحرقه قلنا الفول الرحمه الحرقه قلنا زريعه الكتان دونك عندنا حوايج اللي نقدروا نستعملوهم باش نإليمينيو هذا المفعول الجانبي باش نهرسوه. دونك العشبه الاولانيه كوم اونتي اوكسيدونت قلنا الزعتر قلنا الزعتر يعني, يعني مغلة الزعتر بحال اللي غادي نشربوا مثلا 5 الكيسان ديال الاتاي نوعوها الله يعطيك الصحه. الور الزعتر تابعه شنو هي الزعيطره الزعيطره. الور في القانون في القديمه حنا وحنا في المعرفه الشعبيه المغربيه الور والعربيه الاسلاميه حتى هي الور عندنا الزعتر جهد من الزعيطره. الور حديثا في العلم الحديث راه الزعتر جهد من الزعتر هذه معلومه يعني قوة في المفعول من الزعتر من الزعتر. الور الزعتره ممتازه عندنا الزعتر عندنا الزعتره عندنا اليازير راه كنا قلنا واحد القصه على الجمال ديال اليازير ديال لاري اللي بغات تشرف نا نا نا. الور اليازير بالتجاعيد المبكره الور من الحوايج اللي مهمين. الور اليازير مهم بزاف 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 اكثر من مغلى اليازير ممتاز معلوم هذاك ميسور قلنا الزعتر واليازير اللي عنده ليبرتونسيون ارتفاع الضغط الدموي الحذر من هذا يعني ابتداء من العشرينات الفتاه كاع تقدر تبدا تشرب مغلى اليازير
من العشرينات سيل البلوغ قالك صافي سيل البلوغ سيل البلوغ الزعتر الزعتره اليزير ها ثلاثه العشبات بثلاثه بنان بثلاثه مزيانين بثلاثه زوينين فنين واعرين اذا كان الزعتر الزعتره واليزير اش عندنا لاميليس لاميليس هي حبق الترنج الور هذاك ولا لا سيترونيل كون ابيلو سي سيترونيل الور لاميليس بنينه لذيذه فعاله مذاق زوين رائحه زوينه وكل شيء عامره بلي زونتي اوكسيدون عندنا النعناع خاصة الملقم والعبدي الور سمعي الملقم والعبدي ممتازين النعناع انا عزيز عليا تنشرب بزاف النعناع وتنتمتع في النعناع الور المخير اللي فيه لي زونتي اوكسيدون النعناع الملقم او النعناع العبدي ولكن كاع النعناع راهما مزيانين اعتاد الله النعناع اللي عندنا منهم حتى البري ها المرسيطه ها المريجو هذا الشيء كل شيء انواع ديال النعناع او خلطه فعل... يعني عشبه من كل نوع هي مزيانه راه بنين راه عندنا ندير لي تيزان غنجيو الحصه ديال لي تيزان وغنعطيو لي تيزان باش الناس حتى هما يتمتعوا شويه ويبدلوا حش عندنا اش نشربوا لويزا ولا اتاي هادشي اللي تنشربوا ولا القهوه الور كون نقدروا نشربوا المئات ديال لي تيزان وعندنا عندنا ما تنساوش راه المغرب راه عندنا الاعشاب المنسمه رقم واحد في الدنيا حنا في الاعشاب المنسمه تنوض بوحدها سبونتانيمون عندنا لي بيوكليما عندنا بيئات خاصه والبيئه الخاصه اللي كتنمو فيها كتعطيها جوده عاليه فوالا تاونات راه فيها العجب اختي تاونات راه فيها العجب العجب والله على مرد الدوش والله على ماشي غير هكاك المناظر خلابه والاعشاب الروائح منسمه والفن وكل شيء والله اختي العيشه زوينه دونك اش قلنا في العشوب قلنا الزعتر الزعيطره الازير او الرومارين ولا الكليل حبق الترنج لاميليس واش قلنا في لاميليس مهدئات الاعصاب رائعه الفن في تهدئه الاعصاب ما نساوهاش غالبا هاد الاعراض تتكون عند العيالات اختصاصيه لاش الشقيقه بوردون موندوري دونك الطاني الاذن التاكيكاردي خفقان القلب لاستيني العياء التام وانهيار العصبي دونك لا ديبرسيون نيرفوز ولا ليتا ديبرسيف هذه اختصاص ديال حبق الترنج اللي هو لاميليس ما نساوش عامره بزاف بلي زونتي اوكسيدون قلنا النعناع الملقم النعناع العبدي السالميه لاسوج السالميه رائعه ممتازه السالميه راه رقم واحد عند النصارى ولا فارماكوبي اوكسيدونتال كوم اونتي تيمورال ضد السرطانات الور السالميه ميزان ديال الهرمونات شحال من خطره بنيتها من البلوغ السالميه ضد السكري الفن السالميه فونتر بلا دونك ضد الغازات المعويه والمعديه السالميه للشعر السالميه الرحمه فيها العجب السالميه للطفح الجلدي السالميه راه صالحه لبزاف الحوايج الور هاد الاعشاب مهمين بزاف عامرين بلي زونتي اوكسيدون هذا الاولانيه ثانيا اش خاصنا نديرو لا بغينا الشباب يكون استاذ جمال لاميليس او الحبق الترنج الناس اللي عندهم داء سكري ماشي مشكل يقدروا ياخذوا ياسير ياخذوا هاد الاعشاب كلهم ياخذهم حيت كنعرفوا داء السكري مع التوتر العصبي يعني الناس اللي بدا السكري كيكونوا يعطيك الصحه وراش قلنا في الاكل ورحنا غنجيو راه كاينه هنا اش قلنا البصله واللوبيا الخضراء على الجوع راه جهد من الانسولين دونك البصل مهم بزاف انت تشوفي علاش نقولوا العشبه او الخضره المعجزه دونك البصل والثوم الور نكملوا اكل يوميا كميه مهمه من الخضروات والبقوليات مهمة بزاف بحالاش بحال الرجلة لو بوربي ممتازة الرجلة حنا تنهملوها تتنوض بوحدها فيها العجب اختي سمية رجلة وقلنا بين عريضتين قلنا قبل هذه واحد خمس شهور ولا ست شهور الصحراء من تيبغيو يسافروا وما يجيهمش العطش ياخذوا الرجلة الرجلة عامرة بزاف بالأملاح المعدنية والفيتامينات مهمة بزاف جبدنا الرجلة فاش جبدنا الرجلة في الوصفة ديال لونتي اوبيزيتي أو البرول غريس اللي بغا ضعاف اللي بغات هذاك قلنا طيح اللي تياخذ يوميا الرجلة طيح 5 كيلو بلا ريجيم نفس الشكل قلناها للثوم قلناها للبصل قلنا بزاف د الحوايج الخرطال عطا الله اللي هضرنا عليه الور دونك أكل يوميا كمية مهمة من الخضروات الخضرة كلها أخي زهل هاد الخضرة هي الصحة ماشي اللحم الصحة فين كاينة في الخضرة والبقوليات كلهم خذ مثال بسيط من البقوليات عندنا الرجلة عندنا الخبيزة عندنا الحريقة عندنا لي زيبينار الاسبانيخ هادو كلهم كل ما كانت الوراق غامضة الخضرة الخضرة بزاف ياك كون هذيك هي أغنى ما موجود وأحسن الحاجة اللي تكال دونك النوع ديال الشلايط ياك
كلهم مهمين. البروكولي رائع، راه فيه العجب البروكولي، الحمد لله ولا تيتباع عندنا بسهوله، تلقاوه في الاسواق، تلقاوه في كل شيء. هذه ميزه جديده عندنا حنا. دونك اكل يوميا واحد الحفنه ديال الزريعه د نورات الشمس، الزريعه الكحله ياك اللي عند مول الزريعه ياك، مهمه بزاف. لو تورنوسول، لي غران دو تورنوسول، علاش؟ حيت من الاغنى الحبوب لا بغينا نقولوا، ولا الزريعات ياك، في الاحتواء ديالو على الكميه كبيره ديال الفيتامين او. ماشي المملحه اللي كتباع، شوفي العاديه، شوفي باش ما يكونش خلط. غير سمعي نقول لك، الور هي دائما الحاجه اللي كانت خضراء احسن من اللي مقليه، ولا اللي خات السخونيه، او اللي خات العافيه ياك. احنا صغار ما عندنا لا ارتفاع الضغط الدموي لا والو، ما عندناش مشكل، نقدروا ناكلوها ما كاينش مشكل، ولكن بالغين وخايفين ونحل الحضار من ارتفاع الضغط الدموي ولا كثره الملحه، هذاك نتفاداوها. ما نساوش راه كاين بعض الناس تيتفلح لهم لسانهم، تيطيب لهم فمهم، وداك الشيء كامل مناش يجي الملحه، كثره الملحه او السكريات. دونك تعطيونا هاد الحوايج اللي زافت لهذا الشيء كامل، بلا المرض ديال المعده وداك الشيء كامل. الور او ناخذوها صينا ونحمصوها غير في الفران ديالنا العادي، بلا ملح لا والو، بلا حتى حاجه، فوالا سخنا طفينا دخلنا هذاك سبخرات الرطوبه رجعت بسهوله. واش هي الزريعه؟ الزريعه راه رخيصه، رخيصه حفينه، راه عامره بالفيتامين او. بين عارضتين، لا فيتامين او سي لا فيتامين دو لا ريبرودكسيون، ما نساوهاش، تجديد خلايا البشره وكتقوي ضد الضعف الجنسي، ما نساوهاش.